حبايب قلبي، اليوم بسوي لكم احلى ششبرك مع منتجات ندك. المكونات: ثوم، بصل، لحم، ملح، فلفل اسود، زبادي، طحينه وليمون، وكمان مكرونه، مكسرات وبقدونس وفلفل احمر مجروش للتزيين. الطريقه: بنكشن بصل ولحم ملح وفلفل اسود، بنحط عليهم كوب مويه والمكرونه المسلوقه، بحط عليهم صوص المكون من زبادي وطحينه ليمون وثوم، ويا سلام. بقدم المكرونه مع صوص الزبادي، بزينها بالمكسرات وبالبقدونس وبرشه فلفل احمر مجروش. وبكذا نكون سوينا احلى ششبرك كذاب وسهل مع منتجات ندك.